طب خليني اقول لك مين مسك القلعه الاعلى. يعني كل لعيب انا يعني لعيبه الكره عامه ليهم مساله في كره اليد، مين اللي بتقول نفسي اكون زيه؟ غيري طبعا غير الكابتن مصطفى. بص يا عسنا بعدين حاجه، هو طبعا انت بتلعب نفس البوزيشن. اه كان بيلعب نفس البوزيشن بتاعي وبرده دي من ضمن الحاجات اللذيذه شويه ان هو الراضي ممكن يستفاد منها شويه ان هو انت بتلعب في نفس ان انا نفس البوزيشن اه، فعارف التكنيك بتاع الحاجه دي بتعمل ازاي تخش وفي نفس الوقت بتكشفه برده في حاجات. ما انت برده ما انت لا المكان ده. لا بالعكس، هو يمكن بقى لعيب يمكن عنده المهارات اعلى مني كمان شويه مهاريا دلوقتي. اه دلوقتي بالحاجات التكنولوجي الموجوده والحاجات دي بقى هم كمان اعلى مننا بكتير، وهو عنده هو كمان لعيب مهاري اكتر مني بكتير. مركزين بقى، مركزين قوي.